صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير. بنصبح عليكم بهذا النهار المبارك، واللي بعتبره مبارك لأنه كل أيامنا مباركة، خاصة في هذا الزمن، زمن المجيء والتحضير لعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح. طبعا ثابت هذا الشهر كمان في أعياد كثيرة سيدية وأعياد للكنيسة، مثل عيد الحبل بلا دنس اللي مرقنا فيه بثمانية كانون الأول. فحبينا اليوم نحكي عن هذا العيد ومعناه الروحي ومدى أهميته للكنيسة. الحبل بلا دنس رح يتابع معنا أبونا فرح حجازين من خلال اتصال هاتفي، وأيضا أبونا جورج رايحة معنا بالاستوديو يحكي لنا عن معنى العيد، عيد الحبل بلا دنس. فبداية قبل الترحيب ناخذ البركة بصلاة خاصة من أبونا جورج. صباح الخير أبونا. صباحك نور. صباحك نور يا رب. ناخذ البركة يا أبونا قبل ما نبلش نستعرض نشاطاتنا لهذا الأسبوع. تفضل أبونا. صباحكم نور أعزائي المشاهدين، ونبلش بهذه الصلاة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم العطراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة الذي قبل الدهور ولادة تفوق كل وصف. فاطربي أيتها المسكونة استمعتي ومجدي مع الملائكة والرعاة من شاء أن يظهر طفلا جديدا وهو إلهنا الذي قبل الدهور. نطلب من هذا الإله أن يحفظ هذه المسكونة بالصحة والعافية ويزيل هذا الوباء الغاشم، يشفي جميع المرضى، اللهم آمين. وإن شاء الله البركة تحل على كل المتابعين على صفحتنا على نورسات جوردان لايف. منصبح عليكم فردا فردا، ومنقول للجميع أمل حبايبة وإيمان بهجة شرايحة، وأيضا منار عماري. طبعا منار عماري على النشر المباشر على الكنترول روم، وأيضا أم فادي ومفاتي حتر ومناهي قاقيش ورنا عباسي وكل اللي بعثوا لنا صباحات مباركة. كمان شوي بنحكي أساميهم تباعا، نحن ما بننساكم، لكن لما بيكون في وقت بنحكي الأسامي، لكن نحن بنحبكم، بنحب متابعتكم، وبننتظركم دائما على أحر من الجمر كل يوم ثلاثة لنلتقي فيكم، نلتقي كمان أيضا بصباحاتكم المباركة. ورنا عباس يسعد صباحكم بكل سنة وانتو سالمين، يسعد صباحك انت صفوان المعشر، وام جهاد حجازين وام عادل النمري صباحكم نور وبركة من المسيح. اليوم تابعونا لنحكي عن العيد، عيد الحبل بلا دنس، باتصال مثل ما قلت لكم هاتفي مع أبونا فرح حجازين اللي احنا كتير مشكورين له لأنه خلال هذه السنة ما قصر معنا بكل يوم ثلاثة للتواصل معنا من خلال الشرح الوافي اللي بيشرح لنا فيه عقائد كنسية وأيضا أعيادنا الكنسية وأيضا مفهومنا اللاهوتي لبعض المعاني اللاهوتية اللي أوقات نتساءل عنها. فمشكور أبونا فرح حجازين، ربنا يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية. طبعا إحنا قبل ما ناخذ الاتصال من أبونا فرح بحب أستعرض نشاطاتنا خلال هذا الأسبوع بشكل سريع عشان ما نطول عليكم. طبعا نحن وباء كورونا عندنا 42 وفاة و5256 مبارح سجلنا إصابات. ربنا يطول بالعمر الجميع ويرحمنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا اللي قضوا بهذه الجائحة. الله يعزي قلوب اللي فقدوا خاصة في هذا الشهر، شهر الميلاد وانتظار يسوع المسيح اللي رح يعيدوا مع يسوع المسيح في السماء. فالله يرحمهم، ودائما نطلب المطاعيم مهمة وضرورية. ما تسمعوا لأي تقارير بتقولكم المطاعيم غير سليمة أو المطاعيم تأذيكم، ما تسمعوا
لأنه كل شيء منيح دائما فيه وبالمقابل شيء مش منيح يصده. فاتبعوا الإجراءات الصحية أيضا وعدم التجمعات المكتظة، ودائما استعملوا الكمامة وأيضا التعقيم. فإجراءات السلامة صرنا بنعرفها، صرنا أكثر من سنتين، رح يصير لنا سنتين في هذه الإجراءات، فالكل بيعرف واجباته. والله يحمي أولادنا في المدارس، لأنه بعض الإصابات كمان في المدارس عم بتصير. طبعا نحن تابعنا مدينة بيت لحم في إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم، وكان احتفال جدا رائع ومعبر، مع أنه كان الحضور قليل والناس كانت مضايقة أنه الحضور قليل، لكن جائحة كورونا. طب دكتورة كيف نجيب بيت لحم عنا؟ هاي مفاجأة آخر البرنامج. مفاجآت. فطبعا أخبارنا نشرة الأردن في أسبوع بتلاقوا تقاريرها موجودة على صفحتنا. إحنا دائما بعد النشرة يوم الجمعة منقطع النشرة ومنحطها تقارير منفصلة، مثلا توقعات بإيصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان في آذار القادم. فإحنا على إمكانياتنا المتوفر عندنا دائما منقسمه مع الآخرين، وخاصة أشقائنا في لبنان للحاجة. فربنا يعطي هالبلد هذا وحكومته القدرة انها تقدر تساعد المحتاج، مع انه احنا كمان بدنا مساعدة، لكن احنا مع بعض كاخوان اخوة في العروبة بنساعد بعض، وليش لا؟ فربنا بيعطي المعطي دائما. امين يا رب. يا امين رب. وايضا هناك اكتشاف اثري جديد في السلط، هذا طبعا بدكم تتابعوه على صفحتنا. ما هو الاكتشاف الاثري؟ طبعا بخص المسيحية في هذا الاكتشاف الأثري والجديد، فتابعوا على صفحتنا على نورسات وعلى موقعنا nursajo.org. وأيضا حفل التنانيم للأسف السيدة ماجدة الرومي ما رح تقدر تيجي هذا الأسبوع على الأردن، لأنه نظرا للظروف الراهنة وحفاظا على سلامة الجميع أنه الحفل أجل وليس التغى، تأجل إن شاء الله في ظروف أحسن. الاحتفال الكنسي باليوبيل الذهب للنيافة الأنبا بخوميوس بحضور قداسة البابا توادروس الثاني، بنقول له ألف ألف مبروك. وأيضا هناك سلسلة تأملات في القداس الإلهي بقلم الأب فادي هلسة، عم بيبعث لنا سلسلة تأملات وهو خاصها للنورسات، فمشكور أبونا فادي. وأيضا هناك مقالات جديدة لكلوديا نصيف وصيامة الشمس، ديونيسيوس كاهنا جديدا طبعا ببركة صاحب الغطبطة بطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث. فبتلاقوا كمان أيضا الاحتفال كامل على صفحتنا مع الصور. وأيضا هناك وسط أجواء ميلادية إقامة البزارات الخيرية في الكنائس الأردنية، تبادل تهاني عيد الميلاد المجيد في دار البطريركية اللاتينية، طبعا البطريرك بيير باتيستا يستقبل المهنئين بعيد الميلاد. وأيضا هناك أخبار أخرى من بيت لحم، الهيكل القداس الإلهي من مطران بيت لحم أو المطران فنديكتوس يشاركنا كمان أيضا في القداس الإلهي من الكنيسة من بيت لحم. والبطريرك ساكو يفتتح مهرجان كنيسة البشارة في بغداد. وأيضا الملكة رانيا العبد الله تعيدنا بعيد الميلاد وبتطلب أنها نشير صور لتزيين شجرة الميلاد وتزيين بيوتنا في هذا العام. وايضا هناك الكثير من اخبارنا. نعم، في الحقيقه الحبل بلا دنس بدنا نوضح للساده المشاهدين، احنا بنحكي عن مريم العذراء مش عن يسوع، يعني الحبل بمريم العذراء وليس حبل العذراء بيسوع المسيح، عشان نكون واضحين في المصطلحات. اذا الحبل بلا دنس، حني امها لمريم العذراء عندما حبلت فيها، لما بنحكي بلا دنس ما المقصود بلا دنس؟ يعني الزواج مقدس وسر مقدس وهو عهد زوجي، وكل ما ينتج عنه فهو بلا دنس. احنا لما بنحكي بلا دنس، دنس الخطيئة الأصلية ووصمة آدم وحواء لما انطردوا من الجنة. فالعذراء انخصت في عدة عقائد لأنها أم يسوع المسيح، كيف في حكى أشعياء، كيف يعني العذراء، ان العذراء
تحبل وتلد، يعني أصلا كلها إعجاز، ولادة يسوع المسيح بدون أب بشري بنفخة من الروح القدس، هذا كله إعجاز، هذا كله ميتافيزيك يسمو على المنطق. الله خص ولادة يسوع المسيح بهاي الأشياء، مشان هيك حبيت بس أميز إنه نكون عارفين عن إيش بنحكي. يعني طبعا هذا العيد أبونا بنحتفل فيه كل عام بـ8 كانون الأول، وابتدأت الكنيسة تحتفل به عام 1854، وقداسة البابا بيوس هو اللي بيوس التاسع، نعم التاسع، هو اللي أقر هذه العقيدة، عقيدة الحبل بلا دنس. لكن هناك تساؤلات كثيرة من أشخاص عنا وصلتنا، إنه هذه العقيدة يعني حديثا بدأنا نعيد فيها، أو حديثا بدأنا نؤمن فيها، أم هي موجودة سابقا وتم إقرارها بسنة 1854؟ لماذا أخذت كل هذا الوقت لكي يعني نعدها إنها هي عقيدة نحتفل بها؟ يعني كل اللي إحنا بنحكي التلاميذ 12، بعدين 70 تلميذ، بعدين بلش القديس بولس كل مدينة يوصلها يأسس يحط فيها أسقف عليها يكون مقيم، ومن ثم آباء القرون الأولى كانوا يعتبرونه تحصيل حاصل، فما كانوا يكتبوه لأنهم كانوا يعتبروه شيء واضح. فيما بعد المجامع الكنسية صارت تتميز المصطلحات ويتفقوا عليها، يعني مثلا الثالوث الأقدس، الفداء، خلاص بيسوع المسيح، يعني كانوا هم يتعايش. حتى الإنجيل احنا بنعرف انه بعد 70 سنة بلشوا يكتبوه، يعني كان بالقصص يجي هالأسقف الجديد يحكي لهالمؤمنين بالضبط، يقرأ لهم الإنجيل بالأيقونات، أغلب الأناجيل يعني بتفوت الكنيسة من إيدك اليمين البشارة بتطلع إلى القيامة بتكمل كل الأحداث الكنسية من خلال الحكي كانوا. لذلك فيما بعد حب البابا بيوس أنه ينظمها ويحطها كإشي ثابت للأجيال القادمة، فبلشت من هذا القرن من 1854 مع البابا، ولكن هي كعقيدة بين الآباء القديسين القرون الأولى في حاكين عنها أنها يعني مثبتينها كانوا. وأيضا كمان أبونا بعتقد أنه لصدور أو بزوغ بعض الهرطقات طبعا يعني من الناس أو من جماعات معينة بدأت أنها تشكك في هذه البتولية وتشكك في الحبل بلا دنس مريم العذراء، فعشان هيك أقرها البابا كعقيدة. مزبوط دكتور، يعني في فكرة أساسية إحنا بنحكي العذراء هي حواء الجديدة. نعم. فيعني كيف بدها تكون خاطئة وفي نفس الوقت بدها تصلح غلطة، تحول غلط بالغلط ما بتصلح، الغلط بتصلح بالصح. لما بنحكي يسوع إجا آدم الجديد ونحكي إنه مريم العذراء هي حواء، ما بيكون تكون عليها وصمة عار. نعم. الخطيئة الأصلية كيف بدها تصالح لك؟ نعم. يعني كيف بدها هذا المستودع البتولي كيف؟ نعم. يعني لا سمح الله لو واحد يشك 1% إنه ما يكون طاهر، ما يكون يعني خاطئ، كيف بده يسكن في ربنا؟ يعني نعم. هي عشان يسوع مش نعم. عشان العذراء بحد ذاتها. فعلا. قبل ما ناخذ الاتصال مع أبونا فرح حجازين للحديث عن مريم العذراء وعقيدة الحبل بلا دنس، قبل ما الشباب يحضروا، إذا حاضر أبونا فرح بلاش نطول عليه على التليفون. أبونا فرح حاضر على الاتصال شباب؟ تمام دكتور. نعم. بحب كنا أنا وحضرتك الصبح نتشارك ما قالوا قداسة البابا بهذا العيد. نعم. اليوم قبل 3 أيام موقع الفاتيكان نزل البابا. نعم. شو حكى عن هالعيد. نعم. يعني ركز قداسة البابا على أنه الملاك لما إجا ما إجاها بساحة الناصرة، ما إجاها بالهيكل، إجاها على بيتها. نعم. يعني شوف الله وين يخاطبنا، بقدس أقداس نفسنا، في بيتك، في أولادك. يعني قديش الواحد ممكن يشوف هاي التفاصيل بعيلته بولاده، بهذا التواضع، هذا الانطلاقة من صميم الداخل اللي بوصله يسوع. بحكي قداسة البابا انه القداسة اليوم ممكنة، وليست هي يوتوبيا هاي الجزء بالمدينة الفاضلة عند أفلاطون، المنطقة اللي في المدينة الفاضلة اللي بيكون فيها هذا اللي احنا بنسميه اذا بمصطلحاتنا العادية انه فوق الطبيعة اللي يسمو. بحكي البابا لا، هي طبيعة عايش الانجيل اليوم، مش بس للكليرس، مش بس لناس معينين، لا عايش الانجيل ممكن قداسة البابا بحكي. وبعيد بهذا العيد يؤكد ما أعطى من ميزات لتواضعها مريم العذراء. نعم. قديش إحنا نقدر نتواضع اليوم. نعم. بدون منهين كرامتنا لا سمح الله، بدون أهم شيء الكرامة، لما الواحد بيقول بتواضع. نعم. أبونا فرح صباحك نور يا أبونا. صباح الأنوار. كيف حالك؟
صباحك نور ابونا. صباح الخير وكل عام وانت بخير. شباب بس كانه الصوت شوي واطي، كيف الصوت على البث؟ نعلي نعلي شوي الصوت. نعم ابونا صباحك نور مره جديده، وكل عام وانت بخير في هذا الزمن المقدس، زمن المجيء، واللي ايضا كمان بيصادف 8 شهر عيد الحبل بلا دنس. فحبينا احنا نعمل حلقه خاصه عن هذا العيد ومميزاته، ونحكي شوي للمشاهدين والمتابعين ما معنى الحبل بلا دنس، ولماذا يعني وضعت هذه العقيده في سنه 1854. يعني ايش حديثا يعني هذا العيد تم اقراره من الكنيسه. فلك الميكروفون ولك المشاهدين بكل اذان صاغيه، تفضل ابونا. شكرا. ما في شك على انه هذا العيد هو من بين الامتيازات اللي مريم العذراء قالت ان القديس صنع بعظائم. نعم. هاي من بين العظائم اللي يسوع المسيح صنعها بامه مريم العذراء، ولماذا لا؟ فهي تستحق كل هذا هذه الامتيازات، لانه هو اللي اختار امه وبامكانه ان يصون ان يجعلها مثل ما يريد. فبنتحدث عن عيد الحبل بلا دنس ونقول جاء الملاك جبرائيل لسيدتنا مريم العذراء يوم البشارة وقال لها: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. وقال الكاتب المسيحي أوريجينوس معلقا على هذا السلام الفريد الذي لم يحظى به حتى الرسل: لا أذكر أني قرأت هذه العبارة في أي مكان آخر من الكتب المقدسة، إنها سلام يقتصر على مريم دون سواها. وقد استعملت هذه العبارة ممتلئة النعمة بمثابة اسم علم للعذراء، أنها الممتلئة النعمة وليس المنعم عليها كما يدعي بعض المسيحيين. يقول توما الأكويني: منحت العذراء الطباوية مريم من النعمة امتلاء كان لابد منه لتكون الخليقة الأقرب من صاحب النعمة ومبدعها، ولأنها كان عليها أن تتقبل في ذاتها الممتلئ من كل نعمة. وعليه فإن عبارة ممتلئ النعمة هي الأساس الثابت لإعلان هذا الامتياز المريمي الحبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية. وهذه العقيدة التي أعلنها قداسة البابا ليوس التاسع في تاريخ 8/12/1854 بهذه الكلمات: إننا بسلطان سيدنا يسوع المسيح نعلن ونحدد أن التعليم القائل أن الطباوية مريم العذراء وبنعمة الله القادر على كل شيء وإنعام منه فريد، وبالنظر المسبق إلى استحقاقات يسوع المسيح مخلص جنس بشري، قد حفظت منذ اللحظة الأولى للحبل بها من كل وصمة متعلقة بالخطيئة الأصلية. هو تعليم أوصى الله به، فعلى جميع المؤمنين الإيمان به إيمانا ثابتا ودائما. أعني أن سيدتنا مريم العذراء تتمتع منذ لحظة الحبل بها، أي فور اتحاد نفسها بجسدها في بطن أمها، وجدت بريئة من الخطيئة الأصلية وممتلئة نعمة وصلاحا وقداسة. نثبت ذلك من خلال أولا تعاليم الكتاب المقدس، ثانيا تعاليم أباء الكنيسة، ثالثا من ظهورات سيدتنا مريم العذراء. أولا الحبل بلا دنس في تعاليم الكتاب المقدس. أولا في العهد القديم نقرأ في سفر التكوين: هأني أجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه. هذا النص الذي يسمونه الإنجيل الأول يتناول ليس فقط المسيح المنتصر على الشيطان، بل يتناول أيضا أمه مريم. إن نسل المرأة الذي سينتصر على الشيطان هو السيد المسيح، ومريم ستشترك مع ابنها يسوع في سحق الشيطان. وكيف تنتصر إذا كانت فريسة للخطيئة وبالتالي للشيطان ولو لحظة واحدة؟ كما أن السيد المسيح هو آدم الجديد الذي أصلح خطيئة آدم القديم، كذلك سيدتنا مريم العذراء هي حواء الجديدة التي جاءت لتصلح ما أفسدته حواء الأولى. فكيف تصلح من كانت بحاجة
إلى إصلاح. أما في العهد الجديد فبالإضافة إلى السلام الملاك جبرائيل الفريد لسيدتنا مريم العذراء، السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، فإن السلام الإصابات الممتلئة من الروح القدس للعذراء مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. هذان السلامان يتضمنان امتياز الحبل بلا دنس. قال المجمع الفاتيكان الثاني: كما ساهمت امرأة في عمل الموت وهي حواء، تساهم أيضا امرأة في الحياة. جاء أيضا في سفر رؤيا ما يلي: ثم ظهرت في السماء آية عظيمة، امرأة ملتحفة بالشمس وتحت قدميها القمر وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، هي حبلى فولدت ولدا ذكرا هو المزمع أن يرعى جميع الأمم بعسل من حديد، فاختطف الولد إلى الله وإلى عرشه، فطاردت تنين المرأة وعطيت هذا جناحي النسر العظيم لتطير إلى البرية. فإذا كان هذا الولد تلميح إلى السيد المسيح، فلماذا لا تكون المرأة هي مريم العذراء التي حفظها الله من شر التنين العظيم؟ الخطيئة الأصلية وصمة عار، فكان يجب على الله المتجسد في إحشاء مريم أن يعصم أمه من هذه الوصمة. أليس هو الكلي القدرة؟ فهو خالق أمه، وليس من المعقول الاعتقاد بأن هذا الابن يخلق أمه مشمولة بهذه الوصمة، وفي وسعه أن يغمرها منذ الحبل بها بفيض من النعم. ثانيا، الحبل بلا دنس في تعاليم أباء الكنيسة. قال القديس إيرينيوس: كما أن الجنس البشري قد أخضع للموت بسبب عذراء، هكذا أيضا تحرر بعذراء إذ كفر عن معصية عذراء بطاعة عذراء. أما القديس بفارس فيقول إن مريم ليست العذراء القديسة فحسب، بل هي الممتلئة نعمة كلية. والقديس أفرام مداح أم الله يقول: مريم ممتلئة النعمة، طاهرة كلية، نقية كلية، بلا خطيئة كلية، بلا دنس كلية، عذراء نفسا وجسدا، غريبة كليا عن كل دنس وكل لطخطي خطيئة. والقديس جيرمانوس بطريرك القسطنطينية يقول في عيد تقدمة مريم إلى الهيكل: ليس هو الهيكل الذي يقدسها، بل هي من يقدس قدس الأقداس. ثالثا، الحبل بلا دنس في الظهورات. للقديسة كاترين لابورين من راهبات المحبة تراءت لها العذراء سنة 1830 وهي تسحق رأس الحية، وحولها هذه الكلمات: يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية، صلي لأجلنا نحن الملتجين إليك. ومنها انبثقت الأيقونة العجائبية التي طلبتها العذراء من القديسة عينها. كذلك عندما ظهرت العذراء سنة 1858 القديسة برناديت سألت هذه الأخيرة عن اسمها، فأجابت: أنا الحبل بلا دنس. وكان ذلك 4 سنوات بعد إعلان العقيدة الحبل بلا دنس من قبل البابا بيوس التاسع سنة 1854. أنهي كلمتي بهذه الصلاة الجميلة لمريم العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية: لا تهملين يا مريم، لأننا وإن كنا خطأ فأنت ملجأنا، وإن كنا مرضى فأنت شفاؤنا، وإن كنا ضعفاء ففيك قوتنا، وإن كنا دنسين فبطهارتك رجاء نهضتنا، وإن خسرنا النعمة فأنت أم النعمة الإلهية، وإن أضعنا طريق الخلاص فأنت باب السماء. آمين. وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا أبونا، وشكرا لك، نهارك مبارك يا رب. الله يبارك. صباحك نور أبونا مجددا. الله يسعدك أبونا جول. شكرا. شكرا. جميل ما تحدث فيه أبونا، ويعني جاب الماضي والتقليد الكنسي وأيضا القديسين وما تكلموا به عن القديسة مريم العذراء وبتوليتها، وأيضا خلوها من الخطيئة الأصلية اللي خصها في هذه النعمة، أنه حبل بها من يوحنا ويواكيم،
حبل فيها من الخطيئة الأصلية. يعني هل تمت بالضبط. عملية الولادة أو تكوين مريم العذراء في أحشاء أمها القديسة حنة تكوين طبيعي بالضبط، كأي أب رجل وأم، رجل وامرأة وزواج مقدس. وزواج مقدس وعملية طبيعية في إنشاء الأبناء، لكن من أول وضع البذرة ربنا خصها في أنها تكون خالية من الخطيئة الأصلية لكي تحمل هي هذه مريم العذراء هذه الابنة تحمل يسوع المسيح. فكيف يعني هالمخطط الإلهي في سبحان الله الإعجاز. عملية الخلق؟ يعني هذا مخطط ربنا مخططه، طبعا. ويعني لما الواحد بيقعد بيفكر فيه يعني فعلا ربنا لما بدأ في عملية الخلاص ما بدأها بس من مريم العذراء، يعني كل العهد القديم يتكلم عن مريم عداد العذراء ونقائها، وقبل ما تولد مريم، قبل ما يعرفوا مريم كانوا في نشيد الأناشيد في جمل يعني جميلة جدا، وأيضا آيات أشعياء جميلة جدا كمان. يعني تباهي وتتباهى وتتغزل في مريم العذراء ونقائها وجمالها واختيارها عن كافة النساء. يعني لما كانوا يتحدثوا عن مريم العذراء يتحدثوا عن أيقونة من النقاء لأنها إنه منها رح يأتي الخلاص. فأنت قديش عم تكريم. بتشوف نعم إنك تسلسل أبونا لنوصل لهذا الإدراك في عهدنا الجديد إنه مريم تكون خالية من الخطيئة الأصلية، وهذا ليس بجديد يعني من دور الدنيا زي ما بقولوا نعم كان موجود يعني، وعلامة كثيرين وقديسين وكتبة كتبوا عن هذا الموضوع قبل ما البابا بيوس التاسع أقرها بالضبط. كعقيدة. فأقرها كعقيدة بعتقد لأنه طلعت هرطقات كثيرة تشكك في بتولية العذراء، تشكك في خلوها العذراء من تكون الخطيئة. عيوبها من أنها تكون خالية من أي عيب وأي نعم دنس. فتفضل نعم أبونا عندك أنت بالحقيقة كمان إضافة. بالضبط. بالحقيقة بحب أضيف أنا، لماذا هذه الفتاة؟ نعم لماذا مريم العذراء؟ في ناس نعم بحكي ما هو لو اختار مرثا كان قلت لماذا مرثا، او اذا اخذ باسمة لماذا باسمة، سين ولا لماذا. بس في الحقيقة يشدد الكتاب المقدس والتعليم الكنيسي نعم على لا، لانه عندها ميزات من زي ما تفضلتي، من البذرة الاولى لما حكى للانبياء. ربنا كان يقول عن ارميا، من رحم أمك قد عرفتك، قبلتك، أتيت، اخترت أنك تكون مدعو من رحم أمك، من نعم اللحظة اللي زي ما تفضلتي حضرتك. لذلك في صفات بحب دائما قداسة البابا يركز عليها، هاي ليش مريم العذراء؟ عشان أنه إحنا قديش اليوم نقتدي بهذه الخصال. إذا في عندها خصال مميزة، هي قالت نعم. وحتى اللي بحكي لربنا نعم بحياتنا اليومية بده يحكي آلاف اللاءات لأشياء ثانية، نعم وبحب يعملها، نعم بحب يعملها لأنها فيها لذة، لأنها فيها شهوة، لأنها فيها كبرياء، لأنه بحس الإنسان أنه لما بيعمل الأشياء المخالفة أنه هو متميز عن باقي البشر. نعم يعني حتى اللي بيسوق سواقة مش منيحة بالشارع، اللي بيخالف القوانين، اللي بيرمي الفاين من الشباك وهو بيمشي، أي شيء أي شيء الواحد بيعمل مخالف، في هرمون بجسم الإنسان بيخليه كيف اللي بيخاف مثلا لما بيطلعوا بالباراشوت او بالتلفريه او في شيء، في شعور في جسمنا، كيمياء هي مثبته علميا، نعم بتحسي بشعور بحب الانسان يغير الشعور اللي هذا النورمال اللي انت، فبحس هيك وكانه هيك تنشط لما بيحس. لذلك اللي بيحكي لربنا نعم على مثال مريم العذراء بيحتاج، بيحكي قداسه البابا مصطلح التحرر من انفسنا نعم كي نكون على مثال عذراء مريم، كي نسعى هي لقداسه. مريم العذراء كانت مقدمة للهيكل لما خلفوها ولدت بالضبط، حنة منذورة ووكيل، كانت. نعم كانت منذورة نذروها للهيكل، ومن مثل ما بحكي التقليد انه نذروها للهيكل واعطوها للهيكل من عمر 3 سنين، تخيل يعني 3 سنين يعني طفلة من شو لسه. تعلمت غير القداسة. نعم وتقدمت للهيكل، فكان بالنسبة لإلها حتى هي مش بس إنها قرأت العهد القديم، يعني بالهيكل بتعلموا بيقرأوا العهد أكيد القديم وبيقرأوا التوراة وكل ما جاء في الكتب المقدسة، فهذا كلياته قرأته إعداد. وحفظته وأيضا عملت فيه، يعني كانت تعمل بما تقرأ وتعمل بما تتعلم وكانت عم بتعيشه في حياتها، وهي كانت بين الهيكل وبين أهلها، يعني هذه كانت حياتها إلى أن
صار في وقتها انه خطوبتها من بالضبط سن معين ما بصير الفتاة بعد 12 سنة تضلها بالهيكل، نعم فلازم خطوبتها من يوسف، اختاروا لها كمان رجل بار لانه هي انسانة بارة معروف عنها كان، يعني هذا التقليد، يعني الانجيل ما بينحق بحكي عنه لكن التقليد الكنسي اللي بتوارثه، نحن بنتوارثه دائما وايضا كمان بندرسه. تفضل معنا اتصال من دكتور جلال فاخوري. صباحك نور، يسعد صباحك. صباحك نور دكتور جلال، كله صباح. صباحك وصباح ابونا جورج، الله يحفظك، وعيد وعيد ميلاد سعيد على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، وعليك وعليك الصحه. انا بدي اقول شغله، وصفت السيد العذراء بنجمة الصبح. نعم. ونجمة الصبح معروف عنها دائما من النقاء والصفاء، ما هو يعني مثل، يعني يضرب مثل. نعم. وورد في الدعوات. نعم. بدي أقول شغلة، تفضل. لو لم تكن العذراء حبل بها بلا دنس لما اختارها الله أن تكون من بين النساء. نعم. لماذا اختارها السيد المسيح من بين النساء؟ هذا سؤال مطروح، ويعني يحتاج إلى تفسير أولا. نعم. اثنين، صعودها إلى السماء بالجسد والروح يعني شرف ونقاء للسيد العذراء أن يختارها السيد المسيح إلى جانبه من بين كل البشر. ثلاثة، السيد العذراء تعرضت إلى مشاكل كثيرة جدا، منها التهديد بقتل السيد المسيح وهو طفل، فعندما أجاه الملاك وأنه روحوا لمصر وهربوا مش عارف، هذا اختيار لم يكن اختيار بشري، اختيار إلهي. ولماذا اختارها الله؟ ليؤكد السبب الأول من أنه اختيارها كان مقصود لنقائها وصفائها. نعم. من البداية. نعم. وآخر شيء بدي أقوله في عملية الحبل بلا دنس، هناك نقطة مهمة جدا، قضية وصفت السيد المسيح بأنها سيدة الحياة في حين أن حواء الأولى هي سيدة الموت. نعم. ولذلك يقال أنه حواء الجديدة وحواء القديمة. حواء الجديدة اللي هي سيدة العذراء، سيدة النجاة والحياة. نعم. صحيح. والأولى هي سيدة الموت لأنه هي صاحبة الخطيئة، وهذه فروق فلسفية تأتي من داخل الدين المسيحي. أنا لا أتكلم في الدين المسيحي لأني بترك للآباء أنهم يتكلموا في هذا الموضوع. نعم. لكن أنا بتكلم من جهة فلسفية، أنه هناك إشارات من داخل الدين المسيحي يجب على المسيحي الواعي أن يفسرها، ما معنى الحبل بلا دنس. نعم، جميل. آه. جدا دكتور، شكرا. آه. للمشاركة والمداخلة، وأبونا بترك له التعليق وأنا كمان أيضا لدي تعليق كمان. نعم. في النهاية دكتور وأعزائي المشاهدين وحضرة الدكتورة باسمة، في النهاية اللاهوت هو أحد فروع الفلسفة. نعم. ولا يستطيع اللاهوتي أو الكاهن أو المكرس. نعم. أن يتعمق بدون بعد فلسفي. نعم. لذلك من شروط دراسة اللاهوت أن نتعلم سنتين بالجامعة فلسفة عشان نستوعب الحقائق الإيمانية المسيحية، لأن المسيحية في الحقيقة هي يعني ديانة، ولكن هي بالأساس هي حياة شخصية فلسفية مع شخص يسوع المسيح اللي هو اللوغوس، اللي هو الكلمة اللي خلق فيها ربنا. نعم. العالم. فمصطلح اللوغوس أو الكلمة هو في النهاية مع يوحنا في إنجيل يوحنا هو. نعم. بعد فلسفي، فلا نستطيع أن نستغني عن أمثال الدكتور في هذه الفلسفيات وهذه المقاربة اللي عملها ما بين النور والظلام، ما بين الموت والحياة في هذا الكون كله قائم على هي، مو بس مع البعد الإنساني، كمان مع النبات، مع الحيوان، مع فيها الظلام والنور، البعد الحي والموت.
فهيك احنا سمينا عهد قديم وعهد جديد. هو عاهد الله الشعب القديم، يعني مع انه زاغ ادم وحواء من البدايه، كان الزوغان بفكر البشر وما زال حتى يومنا هذا. نعم. الانسان في مشاعر ما تغيرت مشاعر، كل هالتكنولوجيا وكل هالتطور بعدنا بنحب وبعدنا بنكره وبعدنا بنتواضع وبعدنا فكل هالمقاربات بنيجي على شخص مريم العذراء، يعني بنحكي انها من اب وام بشر، انه مريم العذراء هي بشر، هي ليست اله، هي ليست ملاك، هي انسان فاضلة. تستطيع كل امرأة اليوم أنها تكون على مثال، يستطيع كل رجل أن يقتدي في هذه التقوية، في هذه الإكرام لمريم العذراء. نحن وكأن نأخذ هذا القدوة وهذا المثال، مثل ما حكى قداسة البابا، إننا نتحرر من هاي الأشياء اللي بنحب إحنا نعملها. بس الدكتور جلال عم يسأل بقول لماذا اختار مريم العذراء؟ كنا عم نحكي لماذا هي بالذات، فكنا عم نحكي قبل انه خصالها. مريم العذراء هي من نشأة عائلة المقدس، انا بحكي العائلة المقدسة كانت حنة ويواكيم وكانت وجود مريم العذراء، فهي من اصل عائلة مقدسة. وعملية الاختيار هي مش عملية انه تم اختيار عشوائي او مثلا انا بدي انقي من هون، لكن هذا الاختيار جاء من بدء الزمان. وعذراء من ناصرة بالضبط. نعم. أشعيا. نعم. قبل قديش سنة؟ نعم. من المسيح سنة. يعني فكان هذا تنبأ فيه الأنبياء من قبل، لأنه هذا كان مخطط الله. ولم يكن كلاما منطقيا أنه نبي يجي يحكي أن العذراء عذراء. كلمة العذراء تلد تحبل. يعني مصطلحات فلسفية. نعم. يعني كيف أنها عذراء؟ إحنا بنحكي بالعقائد أنها قبل الولادة وأثناء الولادة، يعني نعم. ما اجاها المخاض اثناء نعم. الولاده وبعد الولاده. نعم. بقيت على هذه البتوليه. نعم. الله يخالف نواميس الطبيعه اللي حطها لكل البشر. نعم. لما بده يحكي عن حاله عن لاهوت، ما يعني ما بسوى انها تكون الطريقه العاديه، لازم تكون في طريقه مختلفه وخاصه. نعم. بنواميس الطبيعه، وكان الله صهر الطبيعه، غير في نواميس الطبيعه بس في حاله واحده. نعم. لا تتكرر. نعم. لا قبل ولا بعد. نعم. وتنبأوا فيه الأنبياء وحضرونا لهذا الشيء. بالضبط. يعني مفروض بالنسبة مش مفاجأة. لمريم العذراء لما تم اختيارها وهي قارئة الكتب المقدسة وقارئة التوراة والعهد القديم بحذافيره، بعتقد أنه أكثر من بكل حياتها وهي تقرأ لا وصلت لهذا الإدراك. لما حكت أنا أمة الرب ليكن لي بحسب قولك، يعني هي يعني انا بعتبر انه هذا الشيء كان مش انه بدها تتساءل انه كيف هيك بيصير، لكن هي ادراكها هذا جاء من تعليمها التوراة انه عذراء تلد ومن من هي ناصرة. اضطربت يعني النص الانجيلي اضطربت لانه لتواضعها انه معقوله بالزبط. احنا عم ننتظره يجي مني انا، يعني هذا اضطرابها لشدة تواضعها. أنت المملوءة النعمة، الممتلئة نعمة، يعني ممتلئة نعمة لما حكاها الملاك هذا فعل ماضي، ممتلئة نعمة، يعني هو عم بحكي أنت أوريدي مملوءة نعمة، يعني أنت مملوءة النعمة، وهذه النعمة على نعمة جاءتك لأنه يكون مولود مكي اسمه عمانوئيل أي الرب معنا. فأنت بتشوف لما الدكتور معنا بعدك؟ لا ما لا راح. انت عم بتشوف هذا التسلسل، ما في شيء جاء فجأة ولا شيء هذا المخطط ربنا فاجأنا فيه او فاجأ البشرية. يعني ممكن تفاجأ اسرائيل انه عم بينتظروا المسيح اللي بيخلصهم من الخطيئة، لكن ما كانوا ينتظروا بهذا الشكل. كمان كانوا بينتظروا يخلصهم من الاستعمار السياسي. نعم. وكانوا يفكروا بكل إنه رح يجي عقلية مالك بشرية ورح يجي بسطوة بالقوة، خصوصا طعم الآلاف وشافوا بيخلي المعجزات يعني قدام الشعب اللي ما قبلوا، اللي خافوا على مناصبهم. نعم. اللي هم الكتبة والعلماء حتى استهزأوا بين بعضهم إنه رح يأتي خير من الناصرة، هذا يسوع الناصري، هل في خير من مدينة الناصرة؟ يعني ربنا اختار إنسانة متواضعة، إنسانة من العائلات اللي منقول عنها يعني مش فقيرة، ولكن أنا بعتبرها إن هي غنية، أغنى من العائلات اللي تملك المادة، لكن إنسانة متواضعة، إنسانة من عائلات بسيطة، من مدينة بسيطة أيضا من الناصرة، اختارها لتكون هي العش والحاضن للملكوت اللي هو ابن الملكوت ابن الله.
ودعي الله، الله معنا، يعني جاء الله من عرشه من السماء وجعل عرشه في مريم العذراء. يعني هذه للبشرية، أعطى الكرامة للبشرية، لأنه الكرامة البشرية أهينت في الخطيئة الأصلية، فأعطى الكرامة، رجع الكرامة للبشرية في ولادة ابن الله إنسان بشر. نعم، يعني وتكريم لحواء الجديدة بمريم نعم. لكل امرأة يعني. وبعتقد أبونا كمان مربوط عقيدة الحبل بلا دنس مع عقيدة الانتقال، ومع ف البشارة مع كلها سلسلة نعم يعني. هي سلسلة، فانتقال تكون مريم الخالية من الخطيئة الأصلية. كان في قول لأحد العلماء أن الخالية من الخطيئة الأصلية هم لما ربنا خلق آدم وحواء خلقهم خالدين، ما بيعرفوا الموت، عرفوا الموت لما صارت الخطيئة. فكي مريم العذراء الخالية من الخطيئة الأصلية، مظبوط إنه صار في رقاد للسيدة العذراء، ولكن انتقلت بالنفس والجسد إلى السماء لأنها إنسانة خالية من الخطيئة الأصلية، فكيف تعرف الموت البشري؟ بس هي ماتت كمان تيمنا، كمان مثل السيد المسيح بس هاي مات. عبارة فلسفية شوي دكتور، نعم، ندقق فيها. فأحد العلماء مثل أوريجانوس العلامة تكلم في هذا الموضوع، نعم صراحة دكتورة، يفسر عقيدة أيضا الانتقال بالنفس والجسد. هلا بالفردوس بالجنة الأولى إذا جاز نعم التعبير اللي كانوا عايشين فيها آدم وحواء، كان مو ناس بتفكر بس في شجرة كان ممنوع، هو في الحقيقة في شجرتين كان ممنوع يأكلوا منهم، شجرة معرفة الخير والشر اللي هي على ضوءها شافوا حالهم انهم عريانين ووقفوا امامه، وهناك شجرة اسمها شجرة الخلود. نعم كمان كانوا يعني كان في مخطط ربنا مجهز لهم، بس هم باختراق الوصية الأساسية هي كانت كبرياء هي بأساسها، انه الحوار اللي دار بين حواء وبين الأفعى، انه صحيح قال لكم الرب الاله الا تاكلوا من شجر الجنه، قالوا لا هو قالنا بس هاي الشجره ما تاكلوا منها، يعني ما حتى تبعت الخلود ما قال لهم ما تاكلوا منها، بس اني كان ممنوع عثام، ليش طردهم؟ عشان ما ياكلوا من شجره الخلود، عقاب لهم على عملتهم. ولا هي بالاصل زي ما تفضلتي حضرتك، يعني الله خلق وحسن جدا، قال عندما خلق آدم وحواء خلقهم وحسن جدا، وأعتقد أنا بفكره هيك أنه يعني أكيد أعطاهم الحياة، يعني ما كان بده يطلعهم من هون، بس هم باختراق هالوصية كمان يعني ربنا حس أنه كمان راح يمد إيدهم على الشجرة الثانية ويصيروا خالدين، فوت بخطية ثانية بعدين بصير في خطيئتين. يعني هذا فكر فلسفي جديد، يعني يعني بدناش هم بقول لك نتوه العالم الفكر بالموضوع. بالضبط. لكن أنا للي بيشككوا على عقيدة الانتقال، وانه يعني انه ما بينتقلوا، انتقلت بالنفس والجسد، واللي بيحكي عن انه العذراء ماتت ام رقدت، والعذراء يعني هي يعني الشرقيين وغربيين نعم، عشان بصيروا يعني هذا بحكوا هذه وقعدوا برضه انتقال. كمان ايضا اراء فلسفيه بحثوا فيها الناس، فبدناش احنا نطول عليكم بالموضوع ونشكككم بارائكم. لكن هناك فلاسفه، لما بنحكي اوريجوناس، لما بنحكي توما علامة الأكويني، توما الأكويني، بنحكي عن أغسطينوس، يوحنا ذهبي ذهبي الفم، الفم، هذول كلهم فلاسفة وعلامة كانوا يبحثوا في الكتب المقدسة من العهد القديم، ويبحثوا في التراث المنقول أيضا من الكتبة والأنبياء اللي كتبوا في هذه الأمور، وأيضا ما جاء في الكتاب المقدس، كيف جاء في الكتاب المقدس وتفسيره بطريقة حتى اسمها، فلسفية. يعني نعم حتى اسمها دكتور، اسم مريم كمان باللغة العبرانية نعم معناه السيدة الخادمة، السيدة الخادمة نعم يعني في هي سيدة، نعم تخيلي هي سيدة سيدة ونفس الوقت هي اللي بتقدم الخدمة في النهاية. يعني احنا أخذنا مصطلح دائما الخادم أو الخدمة إنه نعم يعني شخص أقل مستوى، بس هنا ما نستخدم السيد الخادم، ومن هنا الكهنوت كله خدمة، بنحكي الخادم هذا الكاهن بالمصطلحات القديمة، بس اللي هو الخادم بالنهاية يعني. ويسوع فهمهم بخميس الأسرار شو هي يعني الخدمة، وشو هي التواضع، وشو هو المحبة بغسل الأرجل وهيك. ففي فكرة بركز عليها
الحدث بنقلنا إلها، إنه زي ما حكيت الناس ما بهمهم كثير فلسفة الموضوع بحد ذاته والميتافيزيك فيه والأشياء اللي نعم بعقائد المسيحية اللي مرات الإنسان بيآمن فيها نعم بدون ما كثير يحللها ويفهمها، اللي في النهاية إحنا القدوة والمثال حياة مريم العذراء. من هنا ما بدنا نفوت بموضوع شائك جدا هو شفاعة القديسين وشفاعة مريم العذراء بالذات، نعم ولكن هذا المقصود بالشفاعة عندنا أنا كما أؤمن فيها، شفاعة مريم العذراء هي القدوة والمثال، إنه قديش كانت صابرة، قديش كانت عم بشخصيتها، في كتب كثير تألفت عن شخصية مريم العذراء، نعم قديش أنا اليوم قادر إن أنا أقتدي فيها لما بحكي لربنا نعم، قديش أنا في حياتي بدي أكون قد هالكلمة، قديش أنا بدي أشتغل على حالي بحياتي، أسمع أكثر ما بحكي، أحلل، أطول بالي، أخذ شوية صبر، شوية طول أنات، ما أعطي ردات فعل مؤقتة تجاه مواقف يمكن الشخص يكون هي استثنائية، مو هو هيك بس هو تحت ضغط معين عمل هيك، قديش أستوعب. كانت العذراء إذا بنحلل بشخصيتها بالمجتمع زي ما حكى كمان أبونا والدكتور، مشوار مصر ما كان سهل عليهم، يعني تخيلي مشوا من يطلعوا هالمسافة طبعا كلها أكيد بهالصحراء، يعني ما كانت سهلة خدمتها. ما في ناس بفكر إنها قديسة مع هالعصا السحرية بس تعمل هيك، فيعني ممكن كانت هي كانت عايشة حياة طبيعية إذا أبونا، يعني القداسة مش اللي زي ما بنفكر إحنا. كأي امرأة خلفت جديد، كانت تترضع وكانت تتربي وكانت تتعلم وكانت تحفظ كل شيء في في نفس قلبها قلبها. فهذا هو، يعني أنا في بعض أقوال الفلاسفة والعلامة اللي قالوا عن مريم العذراء مثل مار أفرام السرياني يخاطب المسيح والعذراء قائل: إنكما وحدكما جميلان كل الجمال من كل وجه، إذ ليس فيك يا سيدي عيب ولا في أمك دنس. مار أفرام. والعلامة جميل أوريغانوس: إن تحية الملاك السلام عليك يا ممتلئة نعمة. وفي النص اليوناني المكونة بالنعمة، المكونة بالنعمة، يعني هذا النص اليوناني ممتلئة نعمة يعني مكونة بالنعمة، لا زي ما تليق حكيتي إلا بمريم. مجبولي من أول نعم يعني بالعجينة. إلا لا تليق إلا بمريم دون سواها، لأنها ما تدنست أبدا من لدغة الحية المسمومة. وأيضا هناك مار أفرام بيقول إن العذراء طاهرة وحدها نفسا وجسدا، فهي الكلية القداسة النقية التي لا عيب فيها، كلها نعمة، كلها نقاء بلا دنس ولا شائبة. أيتها التابوت المقدس، العذراء النقية البريئة من الدنس والمنزهة عن كل خطيئة، أيتها البتول عروس الله. والقديس أغسطينوس: على البشر أن يعرفوا أنفسهم بأنهم خطأ باستثناء العذراء مريم التي هي أبعد من أن يدور الكلام عليها في موضوع الخطيئة بسبب شرف المسيح. شرف المسيح يعني نعمة المسيح. نعم حكيت لكن كلمة هذه كمان، عفوا من المقاطعة بس بحب أوضح، حكيت كلمة التابوت نعم عنها، هسا الناس بنقزوا بيحكوا إنه كيف نحكي التابوت المقدس العهد القديم. نعم المقصود فيه هو الصندوق الكبير صندوق اللي كان محطوط فيه العشر ألواح الحجر مكتوب وصايا. عليهم الوصايا. نعم بالضبط نعم هذا تابوت التابوت العهد. العهد القديم. فهذه كلها جاءت على لسان العلامة اللي احنا نقلنا التفسير الإنجيل المقدس وما جاء في الإنجيل، واستعملوا كمان الباباوات في التفسير، واستعملوا القديسين أيضا في قراءة ما جاء على لسان هؤلاء القديسين للاستنارة في المعاني العميقة الممكن تكون شوية يعني شائكة بالنسبة للمؤمن. فنحن بالنهاية بدنا نستوعب كل هذه الأمور ونقول هذا إيش بيأثر علي أنا كمسيحي هلا الآن في القرن 2021، في سنة 2021، في بداية القرن الثالث. أنا كمؤمن هذا العيد إيش بده يأثر فيه؟ شو رح أستفيد منه؟ شو أعمل نعم بهذا بالضبط العيد؟ يعني بالنهاية نحن بدنا نطبق هذه المفاهيم على أنفسنا. هل نحن نتمثل بمريم العذراء مثل مريم العذراء؟ إذا إحنا بنقول أنا بدي أكون أتمثل بمريم العذراء، بأتمثل بمسيرة مريم العذراء، المريم العذراء المتواضعة الصامتة التي كانت تملأها الحكمة، كانت تقرأ الكتاب المقدس دائما وتداوم عليه وتحفظ كل شيء في قلبها وتعمل به. هل أنا أتمثل بمريم العذراء في مسيرة حياتي وسلوكياتي وتعاملي مع الآخرين؟ هل أتمثل بمريم العذراء النقية اللي سمعت كلام الله وكانت دائما على اتصال مع
ربنا طبعا اللي كان هو بيسوع المسيح، وبعد انتقال وصعود يسوع المسيح على للسماء كانت مريم العذراء دائما تلم الرسل القديسين حولها وتجمعهم دائما، كانت تلتقي مع الناس، كانت تلتقي مع العذراوات مع المريمات دائما النساء، تقودهم إلى تحكي عن مسيرة الخلاص. يعني إذا إحنا بدنا نفكر ماذا كانت تعمل مريم العذراء بعد صعود يسوع للسماء، كانت دائما هي الأم، كلمة الأم اللي بتلم من وين إجت؟ من تمثل مريم العذراء اللي كانت تلم الناس حواليها بمحبتها بعطائها بعفتها بنقائها بكلامها، وكل ما حفظت من كلام اللي عاشته في حياتها، كانت شريكة في الفداء. وكلمة شريكة في الفداء هذا راح نخصه في حلقة خاصة في وقت الزمن الفصحي، نعم. ما معنى أن تكون شريكة في الفداء؟ فتفضل أبونا، عندك شيء بدك كمان تضيفه؟ نعم يعني اللي تفضلت فيه بلخصه بكلمتين، احنا التلمذة على يد مريم العذراء تقود إلى مدرسة يسوع المسيح نعم اللي بتوصلنا للجامعة الأبدية اللي هي حلو حياتنا النهاية. يعني هي تلمذة، هي حياة يومية نعم نتعلم فيها، مش أنا بصير زي مريم العذراء، لا نعم أنا بحاول كل يوم أبحث بالكتب، بالإنجيل، بالكتب نعم المقدسة قراءة الإنجيل بالضبط، نعم في خصوصا بزمن الميلاد، وهذا هذا التكريم، الميلاد يقودنا إلى المغارة، إلى بيت لحم. نعم هذه الأحداث هي التي زي ما تفضلت شريكة بالفداء، هي المستودع، هي المكان، هي المكان اللي تمت فيه هاي العملية كلها، واصطفاها رب العالمين منذ بدء الخليقة. نحن وعدنا المشاهدين في مفاجأة، يعني هي المفاجأة انه بيت لحم تيجي عندنا، لكن هي ضيفتنا لليوم اللي فاجأتنا بمجيئها مراسلتنا من الأراضي المقدسة مارلين الحدوة من بيت لحم. كنا حابين انه نحكي معها في وقت معنا لممكن لدقيقتين، تخبرنا عن أجواء الميلادية في بيت لحم كيف جرت، خاصة إنه اشتغلوا على نقل حدث إضاءة الشجرة في ساحة كنيسة المهد، وساعدت في نقلها على نورسات وعلى صفحتنا على نورسات نعم كمان، شاركنا في هذا الحدث وكنا معهم خطوة في خطوة. فرحبوا معي في مارلين الحدوة على باستوديو نور سات، وأيضا على برنامج صباحكم نور. فأهلا وسهلا فيكي ست مارلين، تفضلي تعطوها المايك، كل شيء نعم جاهز شباب معك، سعد صباحك، صباحكم نور، كل عام وانتم بخير. اكيد صح ابونا وسلام، واكيد الله دكتوره باسمه، يسعد صباحكم، صباحكم نور، يعني اكيد موجود في كل بيت، والحلو فيه انكم دائما بتعطوا الامل للناس من صباحكم نور. حبيبتي شكرا الله كثير لكم، وانت مثل ما خبرتيني انه البرنامج كثير متابع في الاراضي المقدسه، متابع كمان عليه نسبه مشاهده جدا رائع بعفويته، نعم جماله بعفويته جدا رائع، ومزيد من التقدم والنجاح اكيد ان شاء يعني. الله الله يعطيكم العافيه كمان على اللي بتقوموا فيه. هلا انتم عندكم عافية كمان ضغط في موسم الميلاد، وخاصه انت من بيت لحم، يعني من مدينه الميلاد، مدينه بيت لحم ميلاد يسوع المسيح. شكرا على نقلكم المباشر لاحتفال اضاءه الشجره، كان جدا رائع. ولكن كيف الاجواء الميلاديه؟ خبرينا اياها يعني بصراحه، احنا مثل ما خبرتينا انه هي تختلف عن كل عام، خاصة بوجود جائحة كورونا. المزبوط، يعني هذيك السنة ما كان في هالاحتفالات، ما في هالكم، كان في كتير حد من الحضور لإضاءة الشجرة. ومثل ما بتعرفوا أنه بيت لحم هي موقع ميلاد السيد المسيح له المجد، فكل أنظار العالم متوجهة لمغارة الميلاد. إضاءة الشجرة كان رائع جدا السنة، في تنسيق، في تعب كتير متعوب عليه كتير برغم من جائحة كورونا، لكن السواح السائحين اللي كانوا كلياتهم حاجزين أنهم يجوا لمنطقة بيت لحم للأسف ما أجوا، يعني بسبب الظروف تطورات جديدة. نعم عندكم حالات كورونا كثيرة؟ أكيد في حالات كورونا، لكن التطعيم حد، موضوع التطعيم حد نعم. أكيد يعني في ناس ماخدين الجرعتين وهلأ بيستنوا في الجرعة الثالثة، التطعيم حد من انتشاره يعني، فأنا بنصح من عبر الكل ياخذ، الكل ياخذ أكيد يعني، حتى التنقل يعني. أنا لما أجيت من بيت لحم لهون يعني في إجراءات كثيرة مشددة،
لكن هو لصالح العام، لمصلحتي نعم. لمصلحتكم لصالح العام. نعم. بيت لحم مثل ما بتعرفوا انه هي مركز الميلاد، نجمة الميلاد، مولد يسوع الطفل. من بيت لحم في رسالة للعالم كلها، رسالة محبة، رسالة سلام، رسالة تآخي. يعني اللي كانوا في الساحة باب الدير أثناء إضاءة الشجرة مثل ما شفتوا، كلنا مجتمعين إخوة إسلام ومسيحية، كلنا إيد واحدة. رائع جدا الاحتفال، الإضاءة كانت رائعة جدا، الناس شعرت شوي إنه في تفاؤل. نعم. في تفاؤل. نعم. شوي. لكن احنا دائماً متأمل انه تستمر مثل ما نحن هلا عايشين في، يعني ما يصير شيء اكثر. نعم. من هيك. انت قلتي لنا انه في اجراءات هلا جديده طلعت، انه ممنوع الاحتفالات، ممنوع الفنادق كمان. هلا الفنادق، الفنادق طبعا بعد ما انكتب على كل فندق انه نحن جاهزين لاستقبال الضيوف وال نعم. والسواح والسائحين، لكن للاسف اخر فتره، اخر اسبوع تم إلغاء كل الحجزات في الفنادق. فنحن نعم. نتأمل إنه جائحة كورونا على الأقل يعني إنه تخف، مش راح تروح طوالي، راح تخف. لكن لازم يكون عند الإنسان وعي أكثر. الوضع كيف عند الناس الاقتصادي؟ الوضع مرين. الاقتصادي وين ما كان سيء. نعم. لكن الإنسان بده دائما يتفائل. يعني صار عندنا بزارات. نعم. صار في عندنا سوق ميلاد. نعم. نقلنا السوق الميلادي أيضا على صفحتنا. كتير حلوة. في إقبال. يعطيك العافية، أنت في تقرير كان حلو. لكن الإقبال مش زي كل سنة. نعم. مش يعني الكورونا حدت شوي. نعم. لكن الحمد لله، بنحكي الحمد لله اللي نحن عايشين فيه، الوضع اللي نحن عايشين فيه. وأكيد هلأ في قداس منتصف الليل رح تنقلوا إن شاء الله. أكيد يعني لكل العالم رح يكون. نعم. رح تواكبوا، لأنه نحن بننظر بهاللحظة بلحظة بلحظة يعني. نعم. يعطيك العافية مارلين على كل اللي بتعطينا إياه من التقارير. تقريبا كل أسبوع عندنا تقرير في نشرة الأردن في ما شاء الله نشيطة. نعم. الحمد لله. أخبار كمان من من فلسطين، الأرض المحبوبة، الأرض السلام، أرض اللي المفروض تكون أرض السلام، لكن تعيش دائما. ربنا موجود طبعا إن شاء الله. نظرة التفاؤل دائما موجودة. نعم. لازم يعني نظلنا متفائلين. أكيد. وربنا قادر على كل شيء ما دمنا نحن مع ربنا. أكيد. ما دام إنه رجاءنا مع ربنا وتوجهنا بأيدينا تضرعا للرب إلهنا، لأنه ربنا حكى المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. إذا ما عملنا أو ما أعطينا مجد للسماء، ما رح نأخذ سلام على الأرض. ففي تحية من أهالي فلسطين كلها لحضرتكم، لصباحكم نور، لنورسات الأردن، لأنها نورسات الأردن بالفعل موجودة في كل بيت. يعني كل الناس على نشرة الأخبار كل يوم جمعة متمسمرين على هالتلفزيون بيشاهدوا متنوع. نعم. متنوع، عندكم أخبار متنوعة. فشكرا أيضا لجهودكم حبيبتي. شكرا لك، شكرا على وجودك وحضورك. طبعا احنا متواصلين معاكم ومع كل الاشخاص الموجودين على البث المباشر، بنصبح عليكم فردا فردا، يعني بنقول للجميع حي ويليام الحدوة كمان معكم عارف انك طالعه معنا. فاهل لاهل بيت لحم بنقول لويليام صباحك نور يا ويليام، ويعطيكم العافيه. انتم من هو قائد كشاف في بيت لحم، واكيد بقياده كشاف في المجموعه البابويه، وعندنا اكيد هلا التزامات في. نعم. القياده ما شاء الله. الحمد تحضيرات لله. الحمد لله. وطبعا سلامنا لكم ولكل افراد العائله الكريمه عزيزتي مارلين، والسلام ايضا لكل فرد بالصفحه تابعنا ووضع صباحات مباركة، وأيضا وضع لايكات، وأيضا شاهدنا على البث المباشر، وأيضا ما ننسى سلام خاص أيضا من عنا، مني أنا ومن أبونا جورج شرايحة وكل الأشخاص، كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا على نورسات وتلفزيون تيلي لومير في لبنان. من حي كل الأشخاص اللي كانوا على البث المباشر من الأردن ومن لبنان، منحييكم في هذا الصباح، بنتمنى لكم أعياد مباركة وزمن مبارك يا رب بتحقيق الأحلام، وأيضا في هدات البال أهم إشي، يعني هدات البال وربنا يفرجها على الجميع. وأيضا كمان لنورسات، هذه المحطة الفضائية اللي هلأ على تيليثون كل أسبوع، طبعا هي في ضائقة مادية زي كل أي مؤسسة
إعلامية وزي أي مؤسسة بتشتغل فيها عاملين وفيها موظفين. موظفين وفيها أيضا مصاريف وفيها إنتاج. فما تبخلوا على نور سات من عطائكم، ما تبخلوا على نور سات من محبتكم، اذكروا نور سات في هذا الزمن المبارك، في زمن المجيء، اذكروا ولو في دينار أو لو في دولار للي بيشاهدونا من برا، ولو في فلس الأرملة. يعني اللي بيحكي بيقول لك هالدولار وهالدينار شو بده يكفي وشو بده يعمل، يعني مثل ما بتعرفوا مصاريف الكادر مثلا او مصاريف التصوير، اوقات بدنا كيبل حقه 10 دنانير، اوقات بدنا اكسترنال بيكون حقه 90 دينار. فالدينار بيفرق والمية دينار بتفرق، الالف بتفرق كتير كمان. فربنا دائما بيعوض اللي بيعطي، واللي بيعطي متهلل. احنا ما بدنا نضلنا نحكي انه تعطوا تعطوا وتعطوا، لانه الناس بتحبش دائما اللي بيطلب مصاري، واحنا بنتمنى كان انه ما نطلب مصاري ولا نطلب تبرعات، وانه نعطي مجانا مثل عطائنا. اللي بيشوفنا بنروح بنصور وهيك بيقول لك يا ما انه رسات معهم فلوس، لكن احنا فكره كل تصويرنا مجاني وكل عطائنا مجاني، عم نعطيه للنورسات. فما تبخلوا على النورسات في عطائكم المادي، مادي أو معنوي، برضو كمان خير وبركة من الجميع. فما تقول إنه عطائي قليل، القليل بصير كتير، مثل آمين. حبة القمح اللي بتنزرع وبتغل سنبلة كاملة، سنبلة كاملة. فما بدنا نتأخر على بيروت، عندهم هلا بث مباشر، فنحن بنتمنى لكم كل خير. أبونا تعطينا البركة و ننطلق باسم الرب. نعم، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. صباحكم نور وإلى اللقاء. أعجوبة لليوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك، عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، ترنم صلوات ليل ومير، محبة وخير. صلوات تليل ومير، محبة وخير.